عملتولي منشن كتير جدا جدا لده، ان انا حوله الايس كريم والكلام ده، وبصراحه مش شايف فيه حاجه معضله يعني، بس ممكن كنت عاملين منشن عشان اقول لكم طعمه عامل ازاي يعني. فتمام، جبت المراعي شوكولاته، مراعي شوكولاته كان عامل تقريبا 5 جنيه 4 جنيه حاجه زي كده يعني. والفيديو بيقول ان انت بتقطعها من فوق وبتحط عليها العصايه بتاعت الايس كريم وبتحطه في الفريزر، بس انا حاسس ان انا كده هبوظ الدنيا وهبوظ الليله كده يعني، وممكن يقع في الفريزر والكلام ده. فانا عندي البتاعه دي ب 35 جنيه، في طبعا بتتباع منها بالواحده بس، دي انت بتحطها وبتبقى شكلها عامل كده من جوه، بتحط فيها البتاعه دي اكنها العصايه يعني، تحطها في الفريزر تبقى شكلها اشيك وبتاع يعني، او حطها في اي كوبايه بلاستيك وحط عليها ظهر المعلقه وتسيبها برده في الفريزر برده لحد ما تجمد والكلام ده. فتعالوا نشوف التجربه دي على طول يعني. انا محتاج قبل اي حاجه وقبل ما اشتغل ان انا ادوق هذه العظمه، لان انا عارف ان هي طعمها جامد جدا جدا. يا الله يا الله، هنا ساسكت قليلا. طب تمام، هفتح لي واحده كده شوف ممكن تكفي معانا قد ايه يعني، وهبدا اصب. والنبي ما اجيب العيد، والنبي ما بوظ الدنيا، والنبي ما بوظ الدنيا يا شيخ. ادي كده ملك معانا اول واحده، شوف الثانيه. طالما انتوا منشنتولي ليها يبقى هي طعمها جامد اكيد يعني، اكيد انتوا مش عايزين للضرر يعني. واو، ملك الثانيه ولسه هامله الثالثه، ما كنتش متوقع ده خالص. ده شكلها كده يا جماعه، وبملى اهو الثالثه. هل بقى هتملاها كلها ولا ملك معايا ثلاثه من دي ونص من دي؟ تمام، هتقوم قافلها بقى كويس واحطها في الفريزر 12 ساعه، وهرجع اقول لكم شكلها بقى عامل ازاي. اطول فيديو اعمله في التاريخ، الفيديو ده حرفيا قعد معايا اسبوعين لحد ما اتعمل. انا عملته في الصيف وبنتهيه في الشتاء، ما تفهمش ازاي والله. طبعا انا نسيتها طبعا في الثلاجه لمده اسبوعين، بس انا مش ناسيكم يعني. فهنشوف بقى طعمها بقى عامل ازاي. هل بقى دي اصلا هنطلعها ازاي؟ انا مش عارف. تمام، قوي 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 شكلها، مش عارف، حاسس ان هي مش هتبقى مفاجاه كبيره يعني، هتبقى عادي برضو طعمها، يعني طعم المشروب العادي بس مجمد يعني. فتعالوا نجرب ونشوف طعمها عامل ازاي يعني. مش عارف يعني، اضحك عليكم واقول لكم طعمها جامده جدا والكلام ده، انا شايفها عادي خالص يعني. يعني هو عصير انت جمدته وطلع لك متجمد بس فقط يعني، مش شايف مثلا حاجه مميزه جدا جدا فيه يعني. ممكن يكون، مش عارف، ممكن ادوق تاني. طيب هو شغال يعني، لو انت يعني عايز ايس كريم والكلام ده بسعر رخيص ده جامد جدا جدا، ولكن مش شايف ان هو حاجه واو قوي يعني. انا شايف مثلا، لان انت ممكن اصلا تعمل الكلام ده اصلا كله باي عصير تاني يعني، ممكن تعمله بتانج، ممكن تعمله بالفروتي، ممكن تعمله بيست، ممكن تعمله باي حاجه حرفيا، وهيطلع لك نفس الفكره يعني، اللي هو عصير وهتجمده وتاكله بعد كده متجمد اكنه ايس كريم يعني. ولكن الفكره جامده جدا جدا، اديها كام من 10؟ ممكن مثلا 8 او 7 كام من 10، لان مش شايف ان هي حاجه واو جدا جدا يعني. وطبعا في الكومنت طبعا تحت اكتب لي اي حاجه انت عايزني اجربها معاك والكلام ده، عشان اقول لك طعمها حلو ولا وحش والكلام ده يعني. وعايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه. بيك هنقدر، ما فاضلش كتير خالص، والحاجات اللي جايه جامده جدا جدا. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.